أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا الموالد، سواء بالمولد النبوي أو بمولد البدوي أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاطمة أو علي أو غيرهم من الناس، كله بدعة لا أصل، ولو فعله كثير من الناس اليوم، لأن البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الصالح. أما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، فليس فعلهم للموالد حجة على شرعيتها، فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة ولا يحتج بها على الشريعة، تعرض على ما قاله الله ورسوله كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقد أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون المفضلة ثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الرافضة الذين حكموا مصر بلاد المغرب مدة من الزمان إلى القرن السادس، ثم أحدثها آخرون. هذا هو أصل هذه البدعة. فهل يرى مؤمنون أن يكون سلفه في هذه البدعة الروافض؟ لا ينبغي لعاقل أن يرضى بهؤلاء السلف. نعم، اللهم المستعان. نعم.